شقة 8 عند الأستاذ الفنجري. برافو عليك، على طول مراجع. ها؟ ألف سلامة. عظمة على عظمة يا معلم فتوح. طلعت بقى معلم وقابلت فنجري؟ لا مش على طول كده. لا ولا اكلمه في التليفون عشان اديله الامان وبعدين اطلع اقابل. وانت يعني هتعرف نمرته ازاي؟ لا دي بسيطه، اذا كانت الشقه باسمه ندور احنا في الدليل على كل اللي اسمهم فنجري، ودينا عرفنا العنوان، واللي يطلع اسمه في نفس العنوان تبقى هي دي نمرته. يخرب عقلك يا ساعد، ده انت مخك نور قوي يالا. المهم يا معلم توصل لنمره سعاده البيه، وساعتها تبقى انت الكل في الكل. اه ساعتها بقى يا استاذ سلطان يقعد يقشر بصل، خصوصا لما يعرف الضربه اللي بعديها اللي انا محضرها له. خير يا معلم، ما تقول كده وتفرحنا. انا اتفقت مع المعلمه عليات ان انا هتجوز سماره. وافقت يا معلم؟ الا وافقت، ده كانت هترقص من الفرح حالا. سماره؟ سماره مين؟ انا بتكلم على عليات. الله، انت يا معلم هتتجوز البت ولا امها؟ تمام سعد. يا سمير، عرفت دي شقة مين؟ أيوة يا فندم، شقة واحد اسمه فنجري. فنجري؟ فنجري إيه؟ والله يا فندم أنا لسه معرفتش اسمه بالكامل. تفتكر يا سمير فنجري ده يبقى سعادة البيه؟ هيبقى الموضوع كبر قوي. اقعد اقعد. والله ما افتكرش سعادتك، لأن سمعت البواب بيقول لفتوح إن دي شقة فنجري يا فندم. جايز يكون سعادة البيه متخفف شخصية فنجر افندي. جايز يا فندم، كل شيء جايز. عموما يا سمير انا عايزك الفترة اللي جاية تعمل تحريات دقيقة قوي عن فنجر افندي ده، تراقبه ما تخلوش يغيب عن عينك خالص ولا لحظة. جايز؟ جايز يطلع سعادة البيه في الآخر، ولا جايز يكون الخيط اللي وصلنا لسعادة البيه؟ الو، ايه فنجري؟ مين فتوح؟ معلم فتوح بتاع ضرب شكام بس فنجري. الله 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 الله، ما ردك غامق كده؟ يعني هكون عاوز ايه؟ عاوز مصلحتك طبعا. اهلا وسهلا معلم فتوح، امرني؟ عايز تشوفني؟ بس عدم المؤاخذه انا لازم استاذن سعاده البيت. فيك تسأل المعلم سلطان وهو بيفطمك. احنا مالنا ومال سلطان؟ لا ده موضوع بيني وبينك. ايوه هيبقى لك في لقمة طرية وحلوة. شوف بقول لك ايه، علشان يبقى الدار امان مش هقول لك اجي لك مكتبك، لا احنا نتقابل بره ونتكلم براحتنا. على فين يا معلمك؟ الله الله يا صالح، انت بتعد عليها خطويه ولا ايه؟ لا مؤاخذه معلم سلطان، من باب العلم بالشيء بس. طيب يا اخوي هنمشي رجلينا شويه، عندك مانع؟ خلاص يا صالح بقى خلاص، المعلم سلطان خلقه ضيق ومش بيحب الكلام كتير. ماشي يا معلمه. خير يا معلم سلطان، امرني يا اخوي. قول لك يا معلمه، انا هطلع الجد، والجد ايه؟ انا هطلع عليه. حلو، انا بقى مش مطمن على سماره هنا. الله، من ناحيه ايه يا معلم؟ من ناحية اللي بيحصل لها ده، انت مش شايفة ولا ايه؟ ده بيضربوا فيها بالأنابل، أنا خايف يجيبوا مدفعين ويحطوهم قدام أوضتها ويضربوا فيها. يا لهوي، هي حصلت للمدافع يا أخويا؟ أيوه يا معلمة، دول اتاروا معاها بالأنابل مش بالرصاص، هما فاكرينها إيه؟ الجيش التامن بتاع الإنجليز؟ خروف 60 داهية. طب لا مؤاخذة يعني، والعمل إيه دلوقتي؟
بنتك لازم تبقى على ذمة راجل، راجل يحميها، مش أي راجل، لا راجل العالم كله يخاف منه يعمل له حساب. وطبعا بقى أنت الست العارفين، ولا مؤاخذة يا معلم، يطلع مين الراجل ده يا أخويا؟ هيكون مين غيري؟ معلم سلطان الدكش، معلم معلمين ضرب الشكمبة. حصل لنا الشرف والمعرفة. جرالك ايه يا معلم؟ هو انت يا اخويا اول مره تقول لي الكلام ده؟ ما انت قلته لي من سابق. بس المره دي بقى بنتك ما تخرجش من هنا والا وهي على ذمتي، بدل ما تخرج على ظهرها. الشر بره وبعيد يا معلم، انت عايز تكتب على سماره قبل ما تروح بيتها يا اخويا. افهمينا معلمه. المهم الاول بس نكتب كتاب ونعلي الجواب، والعالم كله يعرف انها خلاص بقت مراتي. ساعتها بقى هعمل لها فرح، الناس كلها تقعد تضحك عنه العمر كله. ايه لا مؤاخذه يا معلم، ايه سمره بنتي ما ترضاش تدخل على دره واحده. ما تاخذنيش في اللفظ، انت عندك ثلاث تهم في بيتك يا اخويا. يا ستي توافق هي الاول ويك عليا نسيب لك الثلاثه. بس بقول لك ايه، مش عاوز جنسي مخلوق يعرف ولا تجيب يسير اي حد، خصوصا يبوز الاخص اللي اسمه فتوح ده اللي عاوز يعمل راسه من راسي. وكمان نسوان التلاته ما عرفوش ليه، عاوز اعملها له مفاجاه.